السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدينا الأحبة الكرام في كل مكان، وأنتم تتابعون مسابقة معارف التراث. هذه المسابقة التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، وهي أيضا يتبارى فيها طلبة الجامعات العراقية. مسابقة رمضانية فرقية لطلبة الجامعات العراقية. اليوم وصلنا وياكم في واحدة من هذه المباريات الحاسمة ما بين جامعتي بابل وجامعة وارث الأنبياء. نتمنى التوفيق لكلا الفريقين، ونتمنى يا رب إن شاء الله نطلع بأجواء ممتعة وبمعلومات مفيدة من خلال هذه الحلقة، والإجابات التي سنأتي أو ستأتي إلينا من خلال الشباب المشاركين معنا. لذلك نتمنى إن شاء الله دعواتكم لكلا الفريقين، ونتمنى همتكم يا شباب في جامعة بابل، كذلك الحال في شباب جامعة وارث الأنبياء، ونتمنى إن شاء الله نطلع بإجابات صحيحة أكبر قدر ممكن في سبيل أن نكمل ويانا في هذه المسابقة ونروح إلى مستوى ثاني، لأنه اللي يخسر في هذه الحلقة راح نودعه ونقول له مع السلامة. فلذلك خلونا مركزين، خلونا دقيقين، خلونا حريصين حتى في الجولة الأولى اللي كنا سابقا نقول هي جولة من 10 السؤال بيها وممكن نعوض. لا، هنا العشرة كلش مهمة، والعشرة تغير هواي نتائج، فلذلك لازم نبدي وإحنا مركزين مع كل الأسئلة وفي كل الجولات. نبلش ويا وارث الأنبياء، ونبلش ويا محمد. أخفقنا إيه؟ صار عندنا أخفاق. لا إحنا حتى ما نستهين بالخصم، لأن الخصم مو يعني ما نستهين به. لا يعني عندهم معلومات ونتمنى لهم الموفقية. والله هذه الجولة يعني نخلي إحنا ما نعلم بالغيب. حضرنا يعني معلومات عندنا. أهلا وسهلا بك محمد. راح نبلش وياك ونروح إلى سؤالك. إن شاء الله. السؤال الأول معانا بالجولة الأولى يا كنترول لجامعة وارث الأنبياء. شنو يقول السؤال؟ سؤالك يا محمد يقول: أحد كبار علماء الفيزياء ولد في محافظة ميسان وتخصص في علوم الأنواء الجوية، له سلسلة دراسات حول إمكانية السيطرة أو تغيير الطقس. من هو؟ عبد الجبار عبد الله، عبد الخالق عبد الباقي، عبد الستار الهاشمي. محمد عندك 30 ثانية فقط تقدر تجاوب بها صح وتقدر تجاوب بها غلط، وهنا عدنا 10 وهنا نبقى بصفر. فأنت شو تريد؟ تضيف 10 وتفتتح بيها الجولة وتقول يا الله لولا عبد الخالق عبد الباقي؟ عبد الخالق عبد الباقي. كنترول، الإجابة الأولى ويانا هي عبد الخالق عبد الباقي، وهو الاختيار الثاني ضمن الاختيارات. هل هي إجابة صحيحة أو خاطئة يا كنترول؟ الإجابة خاطئة يا محمد. الإجابة الصحيحة هي عبد الجبار عبد الله. خلونا مركزين وإن شاء الله نعوض على الأسئلة الجاية. يا علاء، جامعة بابل. والله يعني جانب الحظ بهاي المسابقة صراحة أشوفه أكثر من المعلومات العامة. الأسئلة غريبة صراحة. لا، تحدي أفضل إن شاء الله. لهم الفوز، نتمنى لهم الفوز ولكل الفرق المشاركة. والله يعني اللي نقدر عليه سويناه وزايد يعني. دمت مبتسما. الله يخليك، دعونا نسام الجميع إن شاء الله. سؤالك يا علاء يقول: سميت ناحية الدير بهذا الاسم لاحتوائها على العديد من الأديرة والكنائس المسيحية، أم لكثرة دور المسيحيين فيها، أم لغلاء السعارة الدور فيها؟ لماذا سميت ناحية الدير بهذا الاسم؟ صعبة لو سهلة؟ نوعا ما. ركز. واحد دو اثنين دو ثلاثة. إجابة راح ينتهي الوقت. لاحتوائها على العديد من الأديرة والكنائس. لاحتوائها على العديد من الأديرة والكنائس. الإجابة الأولى يا كنترول، هل هي إجابة صح لو خطأ؟ الإجابة هي صحيحة. عفية عليك يا علاء،
وعشر نقاط نفتتح بها الجولة ويا جامعة بابل. حلو علي شلونك؟ وكالعادة يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. احنا بجامعة بابل. لا والله بصراحة يعني ما التقينا هواية، شفناهم بس هيك يعني مرور الكرام، بعضها متوسطة بعضها سهلة بعضها صعبة، يعني حلوة معلوماتها حلوة، يعني حلوة نظامها كذلك حلو. نروح لسؤالك يا علي، ونتمنى توفق وتجيب لنا 10 نقاط. كانت سامراء عاصمة الدولة العباسية لمدة شقد؟ 65 أم 30 أم 58 سنة؟ كانت سامراء عاصمة الدولة العباسية لمدة 65 30 58 30 ثانية. خمسة وستين. ثبت الإجابة يا علي إن شاء الله. إذا نثبت على الإجابة 65 وهي الإجابة الأولى وفقا للاختيارات الثلاث. يا كنترول الصفر يكون 10 أو لا؟ الكنترول يقول لا، الإجابة خاطئة يا علي، الإجابة الصحيحة 58 58. نتمنى نكون أكثر دقة وتركيز. نكمل وياكم مشاهدين الأحبة، نروح إلى جامعة بابل مرة أخرى وهالمرة مع سيف. إن شاء الله يعني إن شاء الله ما يعني ما نتلقى أي خسارة بإذن الله. اليوم أمام وارث الأنبياء، والله إن شاء الله فوز. جامعة بابل صيتها معروف على باقي الجامعات، كل ما تصعب المسابقة كل ما يكون بيها يعني إصرار وعزيمة أكثر. سيف يعني مستعد على شوية خايف، والسؤال يقول أنشأت مدينة النجف الأشرف أو أنشئت مدينة النجف الأشرف في العام الميلادي 586 685 786، إيش وقت أنشئت هذه المدينة مدينة النجف الأشرف؟ 30 ثانية. ركز لي يا سيف، اختيارات يعني بها أرقام متقاربة، 586 685 لو 685. الاختيار الثاني يا كنترول، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة يا كنترول؟ سيف يريد يسوي النتيجة 20 لكن للأسف وقت النتيجة 10 يا سيف، الإجابة الصح 786. نقدر نعوض يا شباب، لطالما لا زالت النتائج متقاربة النتيجة الأمر غير محسوب، ممكن نعوض إن شاء الله. حسن مبروك إن شاء الله، ولو إحنا ديش اللعبة أخفقنا بس إن شاء الله هو العبور لهذه المرحلة فوز. بعد تدري أنت المباراة هي توفيق، تعتمد على المعلومات العامة وتوفيق الحظ، بعد إن شاء الله خير معلومات يعني مرات تدري أسئلة مرات تصيب مرات تخيب. أي نعم، لأن عندنا فوز بالأولى نقاط أعلى من الباقين. مسابقة طبعا قلت لك أنا من ديش الحلقة هي مسابقة روعة، يعني بحد ذاتها هي إنجاز بالإبراز التراث الإسلامي. نروح إلى سؤالك. روح. في عام 1915 للميلاد قامت معركة الشيبة بين النجفيين، ومن كانوا وياهم؟ ضد الإنجليز لو العثمانيين لو الوهابيين؟ معركة الشيبة النجفيين مقابل منهم، سؤال إلك يا حسن، الإنجليز أم العثمانيين أم الوهابيين؟ 10 ثواني باقي. إن شاء الله الخيار الأول الإنجليز. الإنجليز إن شاء الله. ثبت يا حسن. ثبت. نثبت مع حسن ونروح إلى الإنجليز يا كنترول، هل الإجابة صحيحة أم لا؟ كنترول ننتظر الإجابة، الوقت انتهى. الإنجليز إجابة خاطئة يا حسن، ونبقى برصيدنا صفر. لا شيء لا شيء، صعبة يا شباب، خلونا نعدل.
جواد. لا ان شاء الله ما راح نلتقي باي خساره. بصراحه هي الاسئله تعتمد على الثقافه، يعني على سعه الاطلاع. احنا ما نقدر نخمن ونقول انه اصعب او اقوى من عندنا، قد احنا نكون الاقوى او نكون الاقل، ما نقدر، لكنه نقول ان شاء الله راح نكون قدها ان شاء الله. يلا يا جواد نروح الى سؤالك. تقع مدينة سامراء على الضفة، ضفة نهر دجلة، الشمالية لو الشرقية لو الغربية. مدينة سامراء ونهر دجلة تقع على يا ضفة شمالية لو الشرقية لو الغربية. ركز يا جواد، اعطيني الإجابة. يا الله، العشرة تصير 20 يا جواد. إن شاء الله الضفة الغربية. إن شاء الله الضفة الغربية. كنترول. الضفة الغربية الاختيار الثالث، صح أم خطأ يا كنترول؟ كنترول يقول خطأ، الإجابة الصح هي الشرقية. يا جماعة الخير، بعدهم 10 وأنتم ممكن يصيرون 10 وما يجاوبون على السؤال الجاي ونطلع متعادلين من الجولة الأولى. ركزوا وياي وخلينا نروح للسؤال. السؤال يقول كنترول، من أشهر شعراء كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري؟ الشيخ محسن أبو الحاب، أم الشيخ صالح الكواز، أم الشيخ هاشم الكعبي في القرن الثالث عشر الهجري؟ ركزوا لي وانطوني الإجابة، سولفوا تناقشوا بيناتكم، تبادلوا الآراء. يلا استثمروا 30 ثانية، اللي متبقي من عدة 15 وحدات إجابة. هاشم الكعبي. كنترول نروح إلى الإجابة الثالثة، إلى اختيار هاشم الكعبي. هو من ذهب إليه فريق وقال هو يعد أحد أشهر شعراء كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري، والإجابة خطأ يا شباب. الإجابة الأولى هي الصح، الشيخ محسن أبو الحاج. كنا نتمنى تجيبون 10 على الأقل بالجولة، ولكن ما حالفكم الحظ بهاي مع الأسف. يلا شبابنا، السؤال هالمرة لكم، بقوها 10 سووها 20، الله أعلم. سؤالكم يقول يا شبابنا، في جامعة بابل احتل الإنجليز مدينة الحلة، مدينتكم، عام 1917 1913 1910، شو وقت؟ 10 13 لو 17 يا شباب للإنجليز. احتاج اجابه قبل ما ينتهي الوقت يا شباب. ان شاء الله 1917 يا كنترول، الاجابه الاولى وخلص الوقت. اجابه صحيحه او خاطئه يا كنترول؟ الشباب بانتظار العشرين لو يبقون على العشرة يا كنترول، نحتاج الاجابه. 1 2 3 يا كنترول، الاجابه صح، عفي عليكم، والعشرة صارت 20. إذن 20 نقطة لصالح جامعة بابل، لا شيء لصالح جامعة وارث الأنبياء. وهنا خلنا نقول لكم شغلة ونبشركم بيها، وانتم نبشركم بيها. الصفر بهذه الجولة ممكن يصير 200، وممكن يصير 320، والعشرين اللي عندكم ممكن تصير 100، ممكن تبقى 20. فلحد الآن النتائج غير واضحة، لأن السؤال الجاي 30 نقطة، ممكن السؤال تعبروهم ونكمل. فيا ترى شلون راح تكون النتائج مشاهدينا الأحبة؟ راح يكون الشباب متقدمين في جامعة بابل على حساب جامعة وارث الأنبياء، لو راح تكون النتيجة اختلفة وتنقلب الطاولة. نروح وياكم فاصل، بعد الفاصل نرجع ونبلش بالجولة الثانية ونشوف النتائج
شلون راح تكون بين الفريقين. خليكم متابعين، فاصل قصير وبعدها راجعين. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونكمل وياكم حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. المباراة لا زالت قائمة ما بين جامعة بابل وجامعة وارث الأنبياء، لا شيء، 0-20. شلون راح نكمل وشلون راح نبدأ الجولة الثانية؟ ننتظر هذه النتائج من خلال الفريقين. الجولة الثانية نبلش وياك يا علاء، نبلش ويا جامعة بابل. والسؤال الأول اللي قيمته 30 نقطة يقول: من مؤلف كتاب البيان والتبيين؟ هل هو أبو عمرو الجاحظ أم ابن منظور الأفريقي أم الصاحب بن عباد؟ من هؤلاء هو مؤلف كتاب البيان والتبيين؟ يلا يا علاء، العشرين خليها تصير 50. الاختيار الأول أبو عمرو الجاحظ. انثبت على الاختيار الأول يا علاء. نعم ثبت. انثبت على الاختيار الأول أبو عمرو الجاحظ يا كونترول. وعلاء يقول هي الإجابة الصحيحة، ويتأمل منها 30 نقطة إضافية. كونترول، الإجابة الأولى صح أم خطأ؟ الإجابة الأولى صحيحة، عفي عليك، وتوقعك وحدسك في محلة. العشرين صارت 50. شبابنا المهمة صارت أصعب، الله كريم، والمسؤولية صارت أكبر. ومحمد نبلش وياك ونروح للسؤال إن شاء الله. السؤال الأول: من مؤلف كتاب طبقات فحول الشعراء؟ محمد بن سلام الجمحي أم عبد القاهر الجرجاني أم ابن طباطبة العلوي؟ من هؤلاء هو مؤلف كتاب طبقات فحول الشعراء؟ السؤال إليك، 30 ثانية وياك، كل اللي نريده من عندك إجابة واحدة، تقول واحد لو اثنين لو ثلاثة، وعلى أساسه تاخذ 30. نقول محمد بن سلام الجمحي. محمد بن سلام الجمحي. جمحي. يا كونترول، الإجابة الأولى بها 30، ونقترب من نتيجة الجماعة في جامعة بابل لو نبقى 0-50. يا كونترول، محمد جاوب الإجابة، وأعتقد واثق منها لو ضربت حظ. والله لا، يعني مو أستبعد عبد القاهر بن طبطبة، وذا أستبعدهم يعني. إذا مستبعد الاثنين ويقول الاختيار الأول هو المتبقي. يلا يا كونترول انطينا الإجابة، صح لو خطأ يا كونترول؟ الإجابة هي لو 0-30 يا كونترول. إجابة صح، عفي عليك يا محمد، وأول 30 نقطة لفريق جامعة وارث الأنبياء، يفتتحون بها جولة ثانية ضمن المسابقة. 30-50 الفرق، 20. ونروح وين؟ سيف. جيد، تعرف دورك. أعرف دوري، بس سبحان الله الحظ ما دا يحالفني، يعني الأسئلة دائما دا تجي صعبة، وكل الأسئلة اللي دا تجي الفريقين دا أجاوبها، السؤال اللي دا يتوجه إليه صعب. هو هذا الامتحان، المسابقات هو هذا الامتحان. يلا بعد. حلو حلو حلو، هذا اللي نريد نوصل له، نقدم معلومة جديدة مغايرة مختلفة. وإلى كل سؤال يا سيف، وعسى أن يكون واضح وجيد. المدرسة الحسينية أو الحسنية عفوا، مدرسة دينية أسسها الشيخ حسن النائيني، تقع وين؟ في الكاظمية أم النجف أم كربلاء؟ المدرسة الحسنية أين موقعها؟ مؤسسها هو حسن النائيني، بالنجف لو بالكاظمية لو بكربلاء، وين تصير هذه المدرسة يا سيف؟ لعل هذا السؤال سهل هالمرة وياك، وممكن تحصل فيه 30 نقطة وتكسر القاعدة اللي بارك على الأسئلة. إن شاء الله إن شاء الله.
ان شاء الله نجف الاشرف ان شاء الله. كنترول نروح الى الاختيار الثاني ونقول النجف الاشرف هل هو المكان الذي تقع فيه المدرسة الحسنية يا كنترول؟ خلينا نشوف الإجابة. والإجابة خاطئة يا سيف، للأسف الإجابة الصحيحة هي في كربلاء المقدسة. خلونا حلوين وخلونا مسيطرين يا شباب، وخمسين مقابل ثلاثين، وهالمرة نروح ويا علي. يلا يا علي، هالمرة سؤالك إن شاء الله يكون تمام وتجينا بثلاثين نقطة إضافية. السؤال يقول: مدرسة الرحباوي من المدارس الدينية المهمة في النجف الأشرف، أسسها حسين قاسم الرحباوي، محمد مهدي الرحباوي، عباس محسن ناجي الرحباوي. من هو مؤسس هذه المدرسة يا علي؟ ثلاثين ثانية وياك. ثلاثين ثانية يعني ممكن تخلص يا علي، متبقي منها عشر ثواني. ثلاثين نقطة مقابل هلو لا. الرحباوي. السيد حسين قاسم الرحباوي الإجابة الأولى. كنترول، الجماعة ثلاثين والجماعة خمسين يصيرون ستين، لو يبقون ثلاثين انطينا الإجابة الأولى، هل هي إجابة صحيحة أم إجابة خاطئة يا كنترول؟ يلا يا كنترول. حسين قاسم الرحباوي إجابة خاطئة يا علي، للأسف بقينا على 30. الإجابة الصح هي عباس محسن ناجي الرحباوي. ممكن نعوض يا شباب، ممكن نعوض، خلونا بروحياتنا وبثقتنا العالية نرجع إلى جواد مرة أخرى. يلا يا جواد، يا جامعة بابل، السؤال لكم يقول: متحف تأسس في بداية الستينيات من القرن الماضي، بنايته بسيطة تقع في محلة المنارة، وكانت ضمن مفتشية آثار أربيل، وموجوداته لا تحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية، ويوجد بجانبه مكتبة غنية بالتراث الثقافي، فهل هو متحف التراث السرياني أم متحف القلعة؟ متحف أربيل الحضاري. 30 ثانية معاك وحدك يا جواد، عليك أن تجاوبنا إجابة صحيحة وتعزز تقدم فريقك بثلاثين نقطة إضافية. يلا انطينا الإجابة، الوقت نبلش وياك، باقي من الوقت 15 ثانية. المتحف، متحف التراث السرياني، لو متحف القلعة، لو متحف أربيل الحضاري. إجابة يا جواد. إجابة: متحف التراث السرياني. متحف التراث السرياني يا كنترول، الإجابة الأولى. صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة خاطئة يا جواد، للأسف كنا نتمنى تكون إجابتك دقيقة على هذا السؤال وتواصلون تقدمكم. الإجابة الصحيحة متحف أربيل الحضاري. جامعة بابل من جواد، ننتقل وياكم إلى حسن. حسن جامعة وارث الأنبياء، عنده 30 نقطة فقط مقابل 50. خلينا نركز وخلينا نضيف نقاط إضافية إلى رصيدنا. سؤالك يا حسن يقول: مكتبة نفيسة تضم مليون كتاب بلغات مختلفة كالعربية والفارسية والإنجليزية، وهي مجهزة بنظام كمبيوتري للمعلومات المكتبية ولحفظ الكتب أيضا النفيسة والنسخ المخطوطة، ومجهزة أيضا بنظام آلي لنقل الكتب داخل المكتبة عموديا وأفقيا. ما اسم هذه المكتبة؟ هل هي مكتبة العتبة العلوية المقدسة، مكتبة الإستانة الرضوية المقدسة، أم مكتبة المهدوي في قم المقدسة؟ 30 ثانية وياك يا حسن، اختار واحدة من هذه الإجابات. احنا بالجولة الثانية وفيما تبقى منها نحتاج نعدل نقاطنا. الأسئلة تصعب والفرص تمر، والسؤال اللي نجاوبه هسه يفيدنا بعدين. المكتبة العلوية المقدسة. المكتبة العلوية المقدسة. إذن شباب،
مكتبة العتبة العلوية المقدسة هي الإجابة التي تبناها حسن والتي يعتقد بأنها تحتوي على كل هذه التفاصيل وتضم مليون كتاب. الإجابة خاطئة يا حسن، الإجابة الصحيحة هي مكتبة الإستان الرضوية المقدسة. بقينا 30 وبقوا الشباب 50، وهالمرة السؤال إلكم. الخمسين نضيف لها 30 جماعي ونصير 80 جماعي. سؤالكم يقول يا شباب، يا الله، جامعة بابل، سؤالكم الأخير في الجولة الثانية من الخطوط التي يطلق عليها اسم الهمايونية هو خط الديواني أم الثلث أم الكوفي؟ الهمايونية هذا الخط عليه من يطلق، أو هذا الاسم عليه من يطلق، على يا خط الديواني لو الثلث لو الكوفي؟ سولفوا بيناتكم، تبادلوا الآراء، وخلينا نشوف الخبرات الحلوة ايش راح تطلع لنا من إجابة أحلى. حلاوة الإجابة أن يكون بها نقاط، أنه 50 تصير 80. فيا شباب عندكم إجابة حلوة لو ما عندكم؟ الثلث. يلا إن شاء الله، خط الثلث كنترول، خط الثلث هو إجابة حلوة لو مو حلوة؟ حلوة يعني بيها نقاط، مو حلوة يعني ما بيها نقاط. يلا يا كنترول، مو حلوة. للأسف 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 الإجابة غير موفقة، الإجابة الصحيحة هو الخط الديواني. شبابنا الفرصة لكم مرة أخرى، خلوا 30-60 وخلنا نطلع إن شاء الله فرق 10 ونروح للجولة الثانية، أمور مختلفة. يلا السؤال لكم هالمرة يقول، الأرابسك مصطلح يطلق على الزغرفة الإسلامية أم خط التعليق أم الورق؟ شنو هذا الأرابسك؟ المن يطلق عليه منه؟ 30 ثانية. يلا ننتظر الإجابة بفارغ الصبر يا مشاهدينا، خلينا نشوف شو راح يكون مستوى النتائج، شو راح نروح للجولة الأخيرة، بأي رصيد راح نقابل طرفنا الثاني. حسن، خط التعليق. محمد، ها، خط التعليق. خط التعليق هو الأرابسك يا كنترول. هل الإجابة صحيحة؟ يقول لا، الإجابة خاطئة، راحوا بعيد الشباب. الإجابة الصحيحة هي الزغرفة الإسلامية. للأسف وصلنا لنهاية الجولة بفارق 20 نقطة، 30 لصالح جامعة وارث الأنبياء، 50 لصالح جامعة بابل. وحلو، من جدة وجد، بس يا ترى هذه هي النهاية؟ لو أكو تفاصيل تختلف بالجولة الجاية، أنا أقول كل شيء ممكن يتغير. 200 نقطة تغير هواي من المعايير وهواي من التفاصيل. اللي يحسب نفسه فايز نقول له تأنى، واللي يحسب نفسه خسران نقول له خليك أكثر صبر وإيمان. وخلونا نروح إلى فاصل، بعد الفاصل مشاهدينا أريد دعواتكم ومساندتكم وتشجيعكم للفريقين حتى نشوف من اللي راح يكمل ويانا ومن اللي راح نودعه ونقول له الله وياك. فاصل وراجعين، خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام، والفاصل الأخير بحلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. هذه المباراة الحاسمة ما بين فريقي جامعة بابل وفريق جامعة وارث الأنبياء. اثنينهم حلوين واثنينهم يتمنون يفوزون، لكن الأسئلة قد ما تجي على المرام والأجوبة مو دائما حاضرة بالبال، فلذلك خلينا نشوف شلون راح تكون طبيعة الأسئلة، والأهم شلون راح تكون مستوى الإجابات. أنا أقول نبلش ويا جامعة وارث الأنبياء ويا محمد تحديدا. محمد، نروح لسؤالكم الأول بالجولة الثالثة، قيمة السؤال 50 نقطة، ركزوا 50 نقطة. سؤالك يقول، الشيخ مرتضى الأنصاري
أحد أكبر فقهاء الشيعة، توفي سنة 1281 للهجرة ودفن في النجف لو كربلاء لو بغداد. 30 ثانية محمد، وين دفن؟ الشيخ مرتضى الأنصاري. كربلاء استبعدها. كربلاء استبعدها. استبعدها إيه والله. وبغداد هم استبعدها. زين. كربلاء بها الرضي مرتضى. أرشح النجف الأشرف. كنترول. أرشح النجف الأشرف. محمد يثبت على الإجابة الأولى، يقول دفن في النجف الأشرف. إذن أنت وصلت للمعلومة بتحليل. يعني حللت يعني الإجابات ووصلت. كربلاء بها الرضي والمرتضى. زين. وهنا مرتضى الأنصاري. يعني زين. ذاك الشريف الرضي يعني ما بس ظل مرتضى هو هم مرتضى الأنصاري، بس أنا أشك بالنجف الأشرف بصراحة. أشك بالنجف الأشرف. أيه. يقول خلاص. كل اللي ممكن أفكر فيه إنه بالنجف الأشرف. فيا ترى الكنترول راح يقول له إيه نعم اللي تفكر بيه صحيح وإلك 50 نقطة، لو يقول له لا يا عيوني حاول مرة ثانية. خلينا نشوف الكنترول. النجف الأشرف إجابة صح لو خطأ. كنترول لا تعذبون الرجال، قال النجف الأشرف ما قال كربلاء. كربلاء خارج التقييم. أوكي تمام، هي طالعة. بغداد ولا النجف؟ أنا بغداد والله أتبعدتها. النجف على النجف بغداد مستبعدها وكربلاء مستبعدها. يلا يا كنترول، واحد اثنين ثلاثة يا كنترول. يا الله الإجابة صحيحة، عفية عليك عفية عليك. 80 نقطة حلوة. نكمل وياكم مشاهدينا. أجواء التنافس شفتوا شلون اختلفت؟ تختلف 80 مقابل 50. لا تتأكد دا أقول لك 50. يلا علاء نبلش وياك ونروح لسؤالك الأول بالجولة الثالثة، وتقدر تسوي 50-100. سؤالك يقول: الشيخ محمد بن يعقوب الكليني المعروف بثقة الإسلام الكليني، من مؤلفاته كتاب الكافي، ولد في عصر الغيبة الصغرى ودفن في بغداد الكوفة قم المقدسة، وين دفن؟ 30 ثانية فقط يا علاء. أين دفن الشيخ محمد يعقوب الكليني؟ أحتاج إجابة دقيقة تعزز تقدمكم وتواصلون بها صعودكم في النقاط ووصولكم للنهائيات. تذكر أنت بالجولة الأخيرة. قم المقدسة. قم المقدسة. كنترول علاء يقول أجاوب وأقول في قم المقدسة، وأني راح أقف يم علاء وأنتظر حالي من حاله ونشوف إجابته إذا كانت صح لو خطأ. أنا أسمع دقات قلبه موجودة لأن قريب عليه، ويقول الخمسين راح تصير 100 يا كنترول لو لا اعطيني قم المقدسة. رجاء لا تلعب وياي لعبة التسقيط الفردي وتقول لي مو بغداد، هو دا يقول قم المقدسة، فأما تقول لي إيه وأما تقول لي لا، وخلي نشوف النتيجة شلون. يلا يا كنترول، واحد اثنين ثلاثة. الإجابة خاطئة يا محمد، وقلبك كان خايف يدق. بغداد. بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر؟ اشتبكت. ها؟ اشتبكت. اشتبكت هسه عليك مو على بغداد، بغداد تبقى صامدة. يلا نكمل وياكم مشاهدينا ونتواصل ونشوف شلون راح يكون مستوى التقدم بين الفريقين. 50-80. قبل شوية كنتوا خايفين، قلتوا المسابقة راحت من يدينا، مرة واثنين وثلاثة ما جاوبنا، هالمرة اختلفت اللعبة. لا ما اختلفت. اي ما يتمنى يفوز. زين بس والله احنا يعني والجماعة يعني ماكو فرق حتى لو فازوا. حلو 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 حلو. واحنا وصلنا لهاي المرحلة وهم فوز. شباب شباب انتوا اذا فزتوا وتقولون ماكو فرق انطوني الجائزة لي انا اقبل. خمسة ثلاثة اثنين ما عندي مشكلة. يلا تمام نروح ويا من؟ ويا علي. علي سؤالك يقول: فاضل أديب له نصيب من العلم والتاريخ كما يظهر من ترجمته وشرحه الخطبة الشقشقية وجوابه على الشبهات التي أوردها على الخطبة في أول الشرح والترجمة، من هو؟ هل هو أحمد
الخوئيني أم السيد أحمد الحسيني الشيخ أم السيد إبراهيم الحسيني الجرجاني؟ من من هؤلاء هو الإجابة الصحيحة؟ 30 ثانية ونخلي 80 نحط فوقها 50 ونصير 130 وأمورنا تصير عدلة ونكمل ونروح نحو وين؟ الجائزة الكبرى. فقط خليك دقيق وانطيني الإجابة. يلا 1 2 3 4 5 يلا إجابة 6 8 السيد أحمد الحسيني الشيخ إن شاء الله. السيد أحمد الحسيني الشيخ كنترول. إجابة رقم 2 السيد أحمد الحسيني الشيخ، هل هو إجابة صحيحة على ما ورد على سؤال علي لو لا؟ كنترول. الإجابة خاطئة يا علي، الإجابة الصحيحة هي السيد إبراهيم الحسيني الجرجاني. حلو، وصلنا معلومة، هذه واحدة من غايات البرنامج، ودائما احنا نفكر بالنقاط، خلونا مرات نفكر بالغاية الأساسية، انه نقدم معلومة حلوة لنا وللمشاهد. حلوين، 80 مقابل 50. سيف، يلا يا سيف اشهر سيفك، يلا تعال. سؤالك يقول: قابل في النجف الأشرف كتاب الكافي، أو قابل في النجف الأشرف كتاب الكافي سنة 977 للهجرة، وجوامع الجامع للطبرسي، وأيضا الناسخ والمنسوخ للنحوي، هو الشيخ جمال الدين إسحاق الكاشاني، السيد إسحاق الموسوي، السيد أبو القاسم الحسين. بسم الله يا محمد، 80 بس لا محسودين يا محمد. يلا نروح إلى إجابتك يا سيف. يا الله، خلي 50 تصير 100 إن شاء الله. الجواب الأول. نروح إلى الإجابة الأولى إن شاء الله. الأولى، سامحنا محمد احنا في اجواء ترقب يعني، والا كان اسعفناك. الله يحفظك. يلا سيف، الاجابه الاولى ان شاء الله الشيخ جمال الدين اسحاق الكاشاني. كنترول، الاجابه الاولى هل هي اجابه صحيحه على سؤال سيف؟ لو خاطئه ال 50 راح تصير 100 وتنقلب الكفه، لو لا يا كنترول خلينا نشوف الجواب. الاجابه خاطئه للاسف يا سيف، الإجابة الصح هي السيد أبو القاسم الحسيني. نرجع ويا من؟ ويا حسن. يلا يا حسن، مستعد؟ مستعد إن شاء الله. سؤالك يا حسن يقول: مادة من جنس الأغرية النباتية تستعمل في تجليد الكتب ويطلق عليها الدكسترين، الأشراس، الجازين، الغراء. شنو الاختيار الصحيح من بين هذه الاختيارات الثلاث؟ استثمر وقتك وانطيني الإجابة الصحيحة إن شاء الله. إن شاء الله نروح الخيار الثالث بس ما متأكد. نروح للخيار الثالث وإحنا ما متأكدين يا شباب. إن شاء الله. يا جمهور، يا مشاهدين، إذا كانت عندكم إجابة صحيحة لا تقولون داخلكم يا وسفة، وإذا كانت الإجابة صحيحة تقول لا عفية عليك وما نحتاج الكنترول. إذن يا كنترول، هل الإجابة الثالثة على هذا السؤال هي الإجابة الصحيحة أم لا؟ نحتاج منك جواب يا كنترول. هل يقول لا؟ قبل لا تكمل سؤالك، لا، الإجابة الثالثة خطأ يا حسن. بقينا 80 نقطة، بقينا 80 مقابل 50. هسه وين نروح؟ نروح إلى جواد. سؤالك هالمرة يقول: أكد عندك 50 وإحنا السؤال الأخير الفردي. سؤالك يقول: زخرفات غصن الكرمة وعناقيده وأوراقه نعني به الزخرفة اللولبية، أم زخرفة السارع، أم زخرفة نباتية؟ شنو هذه نوع الزغرفة؟ يلا 30 ثانية وياك فقط تعرف لنا شنو المعني بهذه الزغرفة، زغرفة غصن الكرمة وعناقيده وأوراقه يا جواد.
30 ثانية. احنا السؤال الفردي الاخير وياك اللي ممكن تسوي النتيجة 100، ويبقى عندكم سؤال. الزغرفة النباتية ان شاء الله. الزغرفة النباتية، زغرفة نباتية يا كنترول، الاجابة الاخيرة هل هي اجابة صح ولا خطأ؟ الاجابة خاطئة للأسف يا جواد. الإجابة الثانية هي الإجابة الصحيحة. كان بودنا تغير الفارق وتخلي 50-100، ولكن للأسف ما رحمت وياك. عندكم بعد سؤال ممكن يصير رصيدكم 100، والسؤال الأخير احتمال يجاوبون واحتمال لا. كل شيء وارد شباب. إن شاء الله. السؤال الأخير، وأنا أتمنى ذلك، السؤال الأخير. الشيخ عبد علي بن أحمد بن إبراهيم البحراني المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري، أخي الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، له مؤلف مطبوع. شنو عنوان هذا المؤلف؟ إحياء معالم الشيعة بأخبار الشريعة، إحياء السنة وإمادة البدعة بطعن الأسنة، أم إحياء النفوس بأدب السيد ابن طاووس؟ انطوني الإجابة الحلوة، انطوني الإجابة اللي بيها نقاط. خلي 80 تصير 130، وخلي نغادر الاستوديو وإحنا أما فايزين وأما تكون هناك معادلة أخرى. أحتاج إجابة. يلا مين أخذ الإجابة؟ إحياء معالم الشيعة بأخبار الشريعة. الأول. قول يا الله وبعد. إحياء معالم الشيعة بأخبار الشريعة. كنترول. هل الإجابة الأولى صحيحة أم خاطئة يا كنترول؟ أريد منك جواب صريح سريع يا كنترول. عندنا 80 يصيرون 130 لو لا يا كنترول. 1-2-3 إجابة صحيحة، عافية عليكم. 130 نقطة، 130 نقطة حسم الأمر. 130 حتى لو جاوبنا يا حلوين راح نصير 100. ضحكتكم هذه غالية علي إن شاء الله، لكن هذا هو الواقع. سؤالكم الأخير يا حبايبنا في جامعة بابل يقول شنو يقول السؤال يا كنترول؟ مخطوطة ألفها الشيخ ابن عبدون المعروف في عصره بابن الحاشر المتوفى 423 تحمل عنوان آداب الحكماء، يتكلم موضوعها عن الأخلاق أم العرفان أم الفضائل؟ بماذا كانت تتكلم هذه المؤلفة أو هذه المخطوطة؟ نعدل نقاطنا ونقلل الفارق ونشوف النتيجة. الأخلاق والعرفان اللي هو الفضائل. يلا أريد إجابة، خلص الوقت. الأخلاق. الأخلاق كنترول، الإجابة الأولى الأخلاق. هل هذه الإجابة تمنحنا 50 نقطة إضافية؟ يقول نعم. مبروك عليهم 100 نقطة، حلوة ويستاهلوها وجابوها بثقة وبجدارة وباعتناء ودقة عالية. 100 نقطة لجامعة بابل، 130 نقطة لجامعة وارث الأنبياء. وهذا يكون مسك ختام جولتنا لهذا اليوم. لازم نقتنع بالنتائج، لازم نرضى بهذه القسمة، انه الجولة بالمسابقات لازم يكون عندنا واحد خاسر ويكون عندنا واحد فائز، وبالمقابل الكل ادى اللي عليه وقدم ما يمكن ان يقدمه. فلا عتب ولا لوم، ومبارك لكل الفائزين. احنا فزنا بشوفتكم، ونتمنى يا رب نشوفكم مرة ثانية وثالثة كأخوة وأصدقاء وأحبة، ممكن نلتقي بالمواسم القادمة. وكذلك نبارك لإخواننا محمد وعلي وحسن، ونتمنى لهم يا رب التوفيق فيما سيأتي في المراحل القادمة. أنتوا أيها الأحبة الكرام مشاهدين في كل مكان،
جزء مهم من هذه المسابقة، ولكم أيضا نصيبكم من الجوائز. فخصصنا في هذه المسابقة 3 جوائز للمشاهدين الكرام. شلون يحصلون هذه الجوائز؟ مجرد أنه يجاوبون على سؤال البرنامج الذي يطرح في نهاية كل حلقة من حلقات المسابقة. شلون نجاوب؟ نرسل رسالة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة من خلال تطبيق الواتساب، وكل ما جاوبنا أكثر على الأسئلة كل ما زادت فرصتنا بالقرعة وبالفوز أكثر. جائزة أولى الذهاب إلى بيت الله الحرام، الجائزة الثانية زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الجائزة الثالثة زيارة السيدة زينب عليها السلام. شنو هو السؤال؟ نقرأ السؤال وياكم يا مشاهدين الأحبة. من هو مؤلف كتاب مناهل الأحكام؟ من هو مؤلف كتاب مناهل الأحكام؟ توصلون للإجابة تدزوها من خلال واتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، تدخلون ويانا القرعة. جوائز قيمة بانتظار إجاباتكم الصحيحة. نتمنى يا رب تفوزون وتحصلون على الجوائز القيمة المقدمة في مسابقة معارف التراث. شكرا حسن علي محمد جامعة وارث الأنبياء، كل التوفيق لكم. شكرا حبايبنا جواد سيف علاء، نتمنى لكم كل التوفيق يا ربي وحظ أوفر في لقاءات ومسابقات قادمة. مشاهدينا الأحبة، شكرا لطيب إصغائكم ومتابعتكم. نلتقي وياكم في حلقة جديدة ومتبارين جدد إن شاء الله من الجامعات العراقية. في أمان الله.